صحيح البخاري أشهر كتب الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها صحة وثقة لدى المسلمين. كاتبه هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. ولكن هل تعلم كيف مات الإمام البخاري؟ وما هي القصة الحزينة التي كانت سبب وفاته؟ الإمام الشهير والعالم الكبير محمد بن إسماعيل البخاري تعرض لاضطهاد شديد في نهاية حياته من حكام المدن الإسلامية في شرق العالم الإسلامي، وتحديداً مدينة نيسابور وبخارى وسمرقند. وكان هذا لأسباب كثيرة، منها رفضه تعليم أبناء الأمراء في قصورهم، فكان دائماً يردد ويقول: العلم يؤتى إليه ولا يذهب به إلى الأبواب. ومن ضمن الأسباب أيضاً الحقد والحسد من بعض الأئمة والمشايخ في عصره، وذلك بسبب شهرته الواسعة وسيرته العطرة التي يتداولها الناس من بلد لآخر. لما بلغ الإمام البخاري 62 عاماً وصلته أوامر من حاكم نيسابور أنه لا بد أن يغادر المدينة وأنه غير مرغوب فيه، فهاجر منها حتى وصل مسقط رأسه بخارى. فاستقبله الناس على أبواب المدينة استقبالاً كبيراً يليق بعالم مسلم. بلغت شهرته عنان السماء وطافت في الآفاق، لكن سرعان ما غضب من شهرته حاكم بخارى، كما وصلته رسائل من حاكم نيسابور بضرورة طرد الإمام من بخارى أيضاً كما سبق وطرد من نيسابور. فوصل مبعوث حاكم المدينة لبيت الإمام البخاري يطلب منه وبشكل عاجل أن يترك المدينة، وكانت الأوامر أن يغادر المدينة الآن وليس غداً، لدرجة أن الإمام لم يمهل حتى يجمع كتبه ويرتبها، فخرج من المدينة وظل على مشارفها في خيمة لثلاثة أيام يضبط كتبه ويرتبها ولا يعرف أين يذهب. تحرك الإمام البخاري ناحية مدينة سمرقند، وهذه المرة لم يدخل المدينة نفسها، بل اتجه نحو قرية من قراها اسمها خرتنك، ليحل ضيفاً على أقاربه هناك بمرافقة إبراهيم بن معقل. لم يمر وقت طويل حتى وصل الحرس لأبواب البيت الذي نزل فيه الإمام، وكانت الأوامر من حاكم سمرقند بخروج الإمام البخاري من نواحي سمرقند وقراها. كانت هذه ليلة عيد الفطر، لكن الأوامر كانت أن يخرج الآن وليس حتى بعد العيد. فخشي الإمام أن يتسبب بأي ضرر لأقاربه الذين أكرموه، فرتب له إبراهيم بن معقل الكتب فوق دابته الأولى، وجهز الثانية ليركب عليها الإمام. ثم عاد ابن معقل للبيت وبدأ يخرج الإمام البخاري وهو يتحامل عليه، وهما يمشيان باتجاه دابة الركوب. وبعدما يقرب من 20 خطوة شعر الإمام البخاري بالتعب أكثر فأكثر، فطلب من ابن معقل أن يمهله دقائق ليستريح. جلس الإمام البخاري بجانب الطريق ثم نام، وما هي إلا دقائق عندما أراد ابن معقل أن يوقظ الإمام، فوجده قد فاضت روحه إلى بريئها. مات الإمام البخاري على جانب الطريق ليلة عيد الفطر يوم الأول من شوال سنة 256 هجرياً، وهو مطرود من مدينة وأخرى بل وثالثة بعد أن تجاوز عمره 60 بعامين. رحل الإمام البخاري محتسباً لله عز وجل، وليس منعماً في القصور ولا الأموال ولا الجاه. اليوم لا يعرف أحد من الناس أسماء حكام نيسابور وبخارى وسمرقند، لكن الجميع وبفضل الله يعرف من هو الإمام البخاري وفضله على الإسلام والمسلمين.